اتفضل. اذا كان هناك عنف داخل الجامعه وهناك تكسير لاساتذه الجامعه وتكسير للاجهزه اللي موجوده زي ما شفنا في الازهر على الاقل، يعني لماذا يدخل الامن؟ الامن لابد ان يحافظ، الوضع الطبيعي من الناحيه القانونيه ان الامن يحافظ. الامن موجود في كثير من المنشات التي تمثل الدوله، لو حضرتك بصيت على المحاكم فيها الامن، الجامعات يبقى فيها امن، الاثار فيها الامن، السياحه فيها الامن، لان هي ثروه قوميه في هذه الحاله. انا بقول لهم اذا كان هناك تجاوز من الامن يحاسب عليه، لكن مش انت مالكش اي سلطه انك تدخل في تجاوز، لان هو ساعتها هيتفرم فيها، يعني ساعتها هيتقدم للمحكمه ويدخل ويضيع مستقبله. انا بدي نصيحه اساسا، لانه ليس له اقتصاد، ليس له ضبطيه قضائيه، ليس له سلطه في ان يتدخل، واللي هو بيعمله حول للفوضى بدعم من الاخوان. هذا ما يحدث، ان هو سلطه ثالثه ليست لها سلطه تدخل لكي توقع بين الطلبه والامن الذي جاء ليحافظ على الطلبه والذي يستنجد به الطلبه في اي انتهاكات موجوده، لانه يريد ان هو الطرف الثالث او الطرف الثالث اللي يقال عليه اللي بيوقع الاثنين في بعض ويحاول ان هو يثير الفوضى. خلينا ناخد دكتور ابراهيم مجدي استشاري الطب النفسي بجامعه عين شمس. دكتور ابراهيم اتفضل. اهلا بيك استاذ وائل. اهلا بيك اتفضل. انا بس مش متابع الحلقه من الاول، ممكن انا بس عن الخطوات التي تتخذ لحماية الجامعات اليوم، وهي بدأت مع أول يوم في العام في بداية العام الجامعي. يعني عندي مقاومة طلابية، هم ضد هذه الخطوات، هل أنت مع هذه الخطوات أم ضدها؟ أي واحد عاقل هيبقى مع هذه الخطوات عشان ما يتكررش السيناريو اللي حصل العام الماضي. بس كده يعني، لكن اي واحد عايز يخرب او عايز يعمل افعال شغب تاني، وعايز يعمل قلائل في البلد، وعايز يعطل الحياه الدراسيه تاني، وعايز يضر بالامن القومي، هو اللي هيبقى رافض الافكار دي، هيبقى رافض الخطوات اللي بتتم، وهيبقى رافض. انت شايف اللي حصل العام الماضي هل عايشته؟ اللي حصل العام الماضي كان مأساويا؟ عايشتها وتأثرت بيه، والجامعة كلها تأثرت بيه، الجامعات كلها تأثرت بيه، وأنا شخصيا تأثرت بيه. طيب.